بكم من جديد. إذن البداية بمنافس الجزائر الممثل للجزائر في منافسة رابطة أبطال إفريقيا اتحاد العاصمة الذي سيكون بعد قليل وبعد سويعات من الآن على موعد مع مباراة هامة ومصيرية بطبيعة الحال أمام كابس يونايتد بملعب 5 جويلية، وذلك لضمان تأشيرة العبور إلى ربع نهائي المنافسة الإفريقية. تتجه أنظار مشجعي اتحاد العاصمة مساء الأحد إلى ملعب 5 جويلية الذي سيكون مسرحا للجولة 6 والأخيرة من المجموعة الثانية لرابطة أبطال إفريقيا أمام ممثل الكرة الزيمبابوية كابس يونايتد. الاتحاد سيدخل اللقاء بنية تأكيد جدارته في تصدر المجموعة وبلوغ دور الربع النهائي لفيه فيروفيارو الموزمبيقي، وهذا بعد إقصاء نادي المريخ السوداني على خلفية تجميد نشاط اتحادية بلاده من طرف الفيفا. وسيجدد المدرب بول بيت ثقته في محمد لامين زيماموش في حراسة المرمى، بينما سيوظف في الدفاع كلا من شافعي عبد اللاوي مفتاح وابن موسى. أما وسط الميدان فسيشغله كودري بن غيث وبالجيلالي. هجوميا سيعوض بنسبة كبيرة زيري حمار الملغاشي كاروليس أندريا المغادر، والاعتماد على مزيان ودرفلو. J'avais dit le match qu'on a joué là-bas que c'était une bonne équipe. C'était une équipe imprévisible, une équipe brouillante qui joue offensif avec beaucoup de vitesse. Ça va être un match difficile, mais si notre joueur mentalement sent bien dans la tête, on joue à domicile 5 juillet. J'espère que ça va être plein. Ça va donner aussi un boost maintenant c'est aux joueurs de montrer qu'ils veulent vraiment ambier leur ambition dans le Champions League. C'est le plus grand championnat qui est dans le monde. Alors il doit tout faire pour se qualifier. Alors on doit essayer de voir la meilleure solution, mais tu le sais. On a certains joueurs qui peuvent jouer là-bas. Peut-être ils ne sont pas à 100% parce qu'ils n'ont pas le championnat dans les jambes. Mais on va trouver une bonne solution, je suis sûr et certain. يشار إلى أن الرئيس حداد زار اللاعبين في معسكرهم بسيدي موسى وحاول تحفيزهم لتشريف ألوان الاتحاد والتغلب على كابس يونايتد بالأداء والنتيجة. بسم الله الرحمن الرحيم. تحضيرات راهت من ظروف حسنا، وين على بالناش راه يستنى فينا هذه المباراة وين صعبة، ما كناش نستناو الخصم يحقق نتيجة أمام الزمالك، وين لازمنا ندخلوا المباراة باش مدي بي باش نربحوا المباراة وباش نروحوا فاكون إن شاء الله أليس. يا سي فري قلنا نربحوا باش نروحوا برومي، وين ما نحوسوا لا على النجم الساحلي ولا على فريق آخر، حنا المهم هو الفوز في المباراة وفي المباراة الجايين اللي ندخلهم إن شاء الله بنية تاع الفوز، ونطيحوا مع النجم الساحلي ولا فريق آخر ولا غير كيف كيف. من جانبه سيواجه الزمالك المصري ضمن ذات المجموعة نظيره أهلي طرابلس اليوم، كذلك أمسية اليوم في ذات التوقيت في مباراة تعتبر مصيرية كذلك للفريقين ضمن الجولة 6 والأخيرة من دوري المجموعات في رابطة أبطال إفريقيا، مباراة ستقام بملعب برج العرب بالإسكندرية في مصر، ويتواجد الزمالك في وضعية صعبة جدا بما أنه مجبر على الفوز في هذه المباراة ولا شيء غير ذلك، في حين أن نقطة وحيدة تكفي الأهلي الليبي للتأهل. وعن هذه المجموعة وعن هذه المباراة كذلك يتحدث مدرب الفريقين. نوع مارجن بريغ ما فيش حاجة تانية تتغير، او غانيمش او مغيمش، يا اما نكسب يا اما خلاص. انا لهم سيبا فازي برغون تجديش دو بريمير جوغ، الناس كانت بتسأله دايما من ساعة أول ماتش في المجموعة كان سيبا اون جوغ تسيزيف، إذا كان ماتش مصيري ولا لا. Chegámos finalmente ao jogo decisivo. Este sim é decisivo. Perante os nossos adeptos temos a obrigação de ganhar. E se não ganharmos, é uma grande frustração para todos, mas para mim em particular. Acho que a mواجهه بالنسبه لنا يعني مصيريه وبتمثل منعطف في تاريخ النادي الاهلي.
على اعتبار انه التأهل للدور اللي بعد كده بيبقى لأول مرة في تاريخ النادي. مقدرين جدا اننا بنواجه فرقة ونادي له تاريخه له امكانياته له قدراته بنحترمه. طبعا نطوي ملف المنافسة الإفريقية مع تمنياتنا بالتوفيق لتشكيلة اتحاد العاصمة وبلوغ الربع النهائي من هذه المنافسة. أما في منافسة الكاف وبعد تأهلها إلى دور ربع النهائي مسبقا سقطت تشكيلة مولودية الجزائر برباعية كاملة في لقاء الجولة الأخيرة من دور مجموعات كأس الكاف أمام نادي الصفاقس التونسي. حميد مرزوق والتفاصيل. مريت مولودية الجزائر بخسارة ثقيلة في حاجتها الأخيرة في دور مجموعات منافسة كأس الكاف أمام نادي الصفاقس التونسي الذي أمطر لاعبه شبك الحارس فوزي شوشي برباعية كاملة. يضيع بذلك أشبال موسى فرصة التأهل إلى ربع النهائي في صدارة المجموعة والاكتفاء بالتأهل في المرتبة الثانية ومن ثم مواجهة النادي الإفريقي في الدور ربع النهائي. على أن يلعب أشبال موسى مباراة الذهاب بالجزائر يوم 8/9 أو 10 سبتمبر القادم فيما سيلعب لقاء العودة أسبوعا بعد ذلك بملعب راس بتونس. ديربي مغاربي مثير بتوابير جزائرية باعتبار أن الإفريقي يضم في صفوف ثنائي الجزائري مختار بالخيطر وإبراهيم شنيحي. علما أن الإفريقي أنهى دور المجموعة في الصدارة برصيد 12 نقطة كاملة متقدما بثلاث نقاط عن الفتح الرباطي الذي وبتأهله في المرتبة الثانية عن مجموعته سيواجه النادي الصفاقسي. وحمل المدرب كمال مواسى مسؤولية الهزيمة الثقيلة للحكم وللاعبين كذلك الذين لامهم على المردود المقدم خصوصا في آخر دقائق هذه المباراة. نتمنى ان شاء الله الاخطاء هذه ما تكررش وشفنا على المستوى العالي كيفاش يدير وحنا طلبنا من اللاعب انا نظن زاد كما زاد اثر بعض كاين الغيابات وانا نظن زاد ثاني لاسورتي تاع الشريف الوزني خلقت لنا شويه ديزيكيليبر ملي جيت انا بارتي دو لا قلت لك رغم هذا قلت لك حاولنا باش نرجع في النتيجه وكنا ضاغطين شويه ونقلنا الخطر امام المراه تاع النادي الصفاقسي ولكن الهدف الثاني اللي جاب لي ربي فيه اور جو سي لو بوت انا نظن لوكاو تاعنا ولكن سي ني با اون ريزون باش يعني نشوفوا التصرفات كما كاك في الدفاع لان غير ممكن ومش مقبول قلت لك باش يعني نتقبلوا ثلاث اهداف خاصه في الوقت الاضافي. خرج مواسى غاضبا من لاعبيه ومن الهفوات الكثيره التي ارتكبوها في هذه المباراه. ولكن زدنا نعاود ونأكد الناس ما يعرفوش يعني يقيموا الهزيمه قلت لك 2-0 لريجيتا نورمالمون راح من المفروض يبقوا منظمين وينهوا المباراه يعني 2-0 ولكن قلت لك هما 2-0 ايزون ابوندوني لو جو ايزون ليسي ليستاتيف ليكيب تاع صفاقس ورانا بي كاش يعني ومن جانبه اعتذر القائد عبد الرحمن حشود من الانصار الذين تنقلوا بقوه لمسانده الفريق في تونس. ولكن تعبنا بزاف ما تنساوش باللي درنا ماراطون في لي ماتش لي ديرني ماتش هذو درنا ماراطون ربما كثره المباريات هي اللي اثرت في اللاعبين واليوم تعبان في اخر المباريات وتلاقينا ثلاث اهداف في اللقاء قاسيه وحنا كلاعبين حنا هما كلاعبين اللي نتحملوا المسؤوليه هذه وان شاء الله يا خويا نطلبوا من الانصار تاعنا اللي تنقلوا اليوم باسكو خيبناهم تحبوا لا خيبناهم حبينا حنا نديروا الماكسيموم باش نفرحهم جامي شفنا بيبليك يتنقل كيما هكذا ويدي بلاسي من بلاد لبلاد كنا حابين نفرحوهم ولكن هذه هي نطلبوا منهم يسامحونا ان شاء الله وان شاء الله نفرحوهم في الموسم القادم ان شاء الله. وصنع انصار مولوديه الجزائر اجواء رائعه في ملعب طيب المهيري في صفاقس وذلك في اللقاء الذي جمع ناديهم مع نادي الصفاقسي حيث ألهبوا المدرجات بالألعاب النارية. نترككم مع هذه الصور التي جاءتنا من مبعوثنا في تونس. مع المولودية دائما أبدى لاعب مولودية الجزائر قلقا كبيرا بمستحقاتهم العالقة وكذلك حول مستقبلهم مع النادي في ظل عدم اتضاح الأمور بخصوص الإدارة وكذلك الرئيس الجديد. لم يخفي لاعب مولودية الجزائر قلقه من الوضعية التي يعيشها الفريق في الفترة الراهنة وهم الذين أبدوا خوفهم حول مستقبلهم خاصة فيما يتعلق بالمستحقات التي يدينونها للمتمثلة في 4 رواتب شهرية على الأقل
وأكد منح مبارية البطولة بالإضافة إلى منحة التأهل إلى الدور الربع النهائي من منافسة كأس الكاف. وأصيب لاعب المولودية بخيبة أمل كبيرة عقب الخسارة القاسية والمذلة التي تلقاها الفريق في خرجته إلى صفاقس برباعية كاملة، ومن حسن حظهم أن الفريق تأهل في المرتبة الثانية عن المجموعة. ومن جانبه المدرب كمال مواسى منح لاعبيه راحة يوم الأحد على أن تكون العودة إلى أرض الوطن في المساء في حدود 8:30، والكل يتلقى بجديد اجتماع أعضاء مجلس الإدارة الحاسم والمصيرية. في أخبار الأندية الجزائرية، وقع مهاجم دفاع تاجنانت يوسف شيبان رسميا في صفوف وفاق سطيف، ومثل ما كان منتظرا تنقل شيبان صباح الأحد إلى سطيف إن أنهى آخر التفاصيل قبل أن يوقع على عقده الجديد مع الوفاق الذي سيمتد لعامين ليكون ثاني المستخدمين في النادي السطيفي بعد إلياس سيدهم. شيبان أكد أن التحديات الكبيرة التي تنتظر الوفاق الموسم المقبل كانت أكبر حافز له من أجل اختيار النصر الأسود. خص حسن حمار رئيس وفاق سطيف قناة الهدف بحوار السبت أكد فيه بقاء المدرب خير الدين مضوي على رأس العارضة الفنية للفريق من الجديد. قول عاود عاود خير الدين مضوي باقي في نادي وفاق سطيف، سني العقد تاعو بأربع سنوات، هو اللي دار القائمة تاع اللاعبين اللي في حالة ما يكونوا يروحوا اللاعبين اللي مستقدمين كلش داروا، بدليل أنه اليوم مضى سيدهم، إن شاء الله غدوة il va y avoir entre 3 et 4 joueurs بما فيهم كنيش اللي ان شاء الله يغدو يجي هو المناجر تاع السطيف. فيه زوج مهاجمين باذن الله، واحد ولا اثنين اللي جامي يلعبوا في نادي وفاق سطيف، باش ان شاء الله فيها ثاني لاعب اخر يلعب وسط ميدان ومهاجم ثاني ان شاء الله بيتات دوما ولا ابريد ما يجي مع لحد الساعه ما قدرتش، مي سي بون ثاني باش يمضي كل شيء. بالاضافه للاعبين اللي الطاقم الفني من فئه ليكيب ريزيرف اللي هما سعد عثماني برباش، بالاضافه الى عطو سعد وسعدي مالغريكو مازالوا في لي زيسبوار ملي رايحين يدربوا مع الفريق الاول، ممكن بوداما كذلك. حسن حمار اضاف بان فريقه سيلعب على كافه الجبهات في الموسم المقبل. فيما يخص التحضير حنا ديجا اون ابرينو دوفون مع اون اجونس باش طلب من مدرب يكون التحضير مباشرة بالمغرب الشقيق من يوم 25 حتى اليوم 16، تكون 10 ايام ان شاء الله في افران المغربية من جانب البدني التحضير، و10 ايام نهبطوا لكازا باش يديروا ثم من 3 لـ4 مقابلات بطلب تاعو ثم ودية يجيو هنا نجيو نخشوا للجزائر باش نديروا ثم يومين ولا ايام يعطي لهم راحه، ومن بعد يخشوا للتحضير تاع البطوله الجزائريه الجوله الاولى ان شاء الله اللي تكون يوم 26. والكاس العربيه اللي بصفه رسميه كلمني رئيس الرابطه الوطنيه المحترفه سي محفوظ قهباج البارح الافونتيير بالخميس، وين يكونوا وفاق سطيف وكل شيء، لانه اللوائح تاع الاتحاد العربي تقول لو شامبيون اي لو ديتونتور دو لا كوب دالجيري. نظن باللي نلعبوا على كاس السوبر، نلعبوا على رابطه ابطال افريقيا، نروحوا لاقصى حد كبير ان شاء الله. الهدف الاول نروحوا لدور المجموعات باذن الله، البطوله يكونوا في البوديوم، كاس الجو بطبيعة الحال، كأس الجمهورية نلعبوا ونوصل مكتوبة ربي من حقنا لحقنا. لازالت عملية الاستقدام تراوح مكانها لحد الآن في بيت شباب قسنطين بعد توقف المفاوضات مع المدافع بولخوة وتأجيل المفاوضات مع بولعويدات. كان من المنتظر أن يحسم المناجر طارق علامة صفقة قلب هجوم شبيبة القبائل هادي بولعويدات صبيحة الأحد، لكن تأجلت جلسة المفاوضات إلى الاثنين، إذ من المنتظر أن يلتحق لاعب شبيبة القبائل بقسنطينة من أجل التفاوض وترسيم التحاقه بالسياسي، وهو الذي كان قد أكد لإعلام رغبته في التوقيع مع كاتبة عبد القادر عمراني. وفي سياق آخر لم يرد العمري وعروسي بعد على عرض إعلام، بينما بقيت المفاوضات مع بولخوة متعطلة،
إذ أن الإدارة لم تعاود الاتصال به لحد الساعة، ومن المنتظر أن تلغى الصفقة. وفيما يتعلق بتحضيرات السياسي للموسم الجديد، أنهت الإدارة الإجراءات فيما يتعلق بالتربص الأول الذي سيجرى بحمام بورقيبة التونسية، وحدد تاريخه في الفترة الممتدة ما بين 20 و31 جويلية الحالية. تتواصل الأفراح في بيت نادي البلوزدادي بعد التتويج بكأس الجمهورية 7 في تاريخهم، وسيكون الموعد الاثنين مع الجولة الشرفية للاعبين في شوارع العاصمة. سيكون الموعد مساء الاثنين مع قيام البلوزداد بجولة شرفية في أحياء العاصمة عبر حافلة مكشوفة للاحتفال بلقب كأس الجمهورية 7 في تاريخ الشباب. الجولة ستنطلق بداية من الساعة 4 من مقر الفريق بخروبة عبر شوارع بلوزداد أول ما العناصر وصولا لمقر الولاية، أين سيكون الفريق ككل على موعد مع حفل تكريم ووجبة عشاء على شرف اللاعبين. وفي سياق آخر، الموعد صار السبت كان مع اجتماع مهم للمسيرين بقيادة الرئيس بوحفص، أين وضعوا الخطوط العريضة للموسم الجديد، وحددوا أيضا قائمة المستريحين والتي حسب ما كشفته مصادرنا ستحمل بعض المفاجآت المدوية. حسمت إدارة مولودية بجاية صفقة لاعب نوبلي في انتظار حسم الاتفاق كذلك مع المدرب ميلود حمدي للإشراف على العارضة الفنية في الموسم الجديد. حسمت إدارة مولودية بجاية صفقة المهاجم فتحي نوبلي الذي وقع على عقد يمتد موسمين كاملين قادما من دفاع تاجلاند. نوبلي سيتقمص عنوان الموب بعدما كان قد لعب لدفاع تاجلاند، اتحاد البوليدة، مولودية العلمة وفرق أخرى. وتقترب إدارة الموب من حسم صفقة المدرب السابق لاتحاد العاصمة ميلود حمدي ليشرف على العارضة الفنية لمولودية بجاية في الموسم الجديد، كون الاتصالات جد متقدمة مع التقني المغترب الذي سبق له بلوغ نهائي رابطة أبطال إفريقيا مع اتحاد العاصمة وكاد التتويج بلقب البطولة. وبعد توقيعه للموب تحدث المهاجم نوبلي عن انتقاله إلى الفريق وطموحاته مع النادي. نحن فرحانين كي جينا مضينا هنا في الجلسة ما فاتتش 10 دقائق، الحمد لله. على كل حال الناس نشكرهم كي داروا فينا ثقة، وكما يقول عيطونا، وحنا كما يقول لك لبينا النداء. الفريق اللي عنده كما يقول لك سمعة كبيرة وعنده كما قاعدة جماهيرية كبيرة، الواحد يكون دائما يكون طموح. مولودية بجاية كما يقول لك بلاصتها في القسم الأول، احنا ان شاء الله ماذا بينا ان شاء الله نلعب ورقة صعود، ماذا بينا نصعدوا. المزيد من الاخبار المحلية في الورقة التالية. بعد ان كان رئيس سريع غليزان حمري يتفاوض مع المدرب شريف الوزاني قصد تسليمه زمام العارضة الفنية للسريع، دخلت ادارة النادي في مفاوضات جادة مع المدرب عبد الكريم بيرا. وحسب اخر الاخبار فان المدرب بيرا اصبح قريبا من التوقيع مع الرابيد، تبقى سوى تفاصيل صغيرة لحسم الصفقة. ضبطت إدارة مولودية وهران موعد انطلاق التربص الصيفي تحسبا للموسم الجديد، أين سيتربص الفريق الوهراني في جامارتا التونسية بداية من 31 جويلية بطلب من المدرب بوعكاز. الحمراء سيلعبون بين 3 إلى 4 مباريات ودية، ومن المنتظر أن يدوم التربص أكثر من 10 أيام قبل العودة إلى الجزائر ولعب بعض المباريات الودية أيضا. يواصل اتحاد بسكرة عملية الاستخدامات تحسبا للموسم الجديد، حين وقع 6 لاعبين في آن واحد مع الفريق. يتعلق الأمر بكل من المغترب ولاح لاعب جمعية شلف سماحي، حاجي طواولة، بن بادي وحمودي. اللاعبون 6 وقعوا على عقود لمدة موسمين مع الفريق في انتظار الحسم دائما مع حارس مرمى آخر. أين وصلتنا للتو فقط التصريحات الخاصة بتوقيع لاعب يوسف شيبان رفقة النادي وفاق الصيف. مثل ما تشاهدون، اللاعب وقع أمسية اليوم رفقة الوفاق على عقد مدته 2 سنة قادما من دفاع تجنانت، وليكون بذلك
ثاني المستقدمين في تشكيلة الوفاق في ظرف يومين فقط، وبعدما وقع إلياس سيدهم لاعب اتحاد بلعباس وقائد التشكيلة البلعباسية يوم أمس السبت، ليكون بذلك ثاني المستقدمين، مع تذكير بأن الرئيس حسن حمار أكد بأن هناك عدة استقدامات ستكون خلال الساعات القليلة القادمة، من بينها تجديد المدافع كنيش رفقة بطل الجزائر في الموسم المنصرم، وكذلك لاعبون آخرون يتقدمهم لاعب نساخ من مولودية وهران. ونترككم الآن مع تصريح لاعب يوسف شيبان بعد توقيعه لعقده رفقة التشكيلة الصيفية. مبروك عليا في لاسينياتور تاع الفريق لونتون دو سيتيف ابري جو بونس كو Les négociations, elles ont été très, très faciles. Moi, je suis honoré. J'ai été, dès le départ, j'ai été emballé par l'idée de rejoindre les rangs de l'entente. Alhamdoulilah, ça s'est fait, ça s'est fait tout naturellement parce que il y avait l'envie de ma part. Il y avait aussi l'envie de leur part pour me faire venir هنايا. Pour finir, pour donner notre élan à sa carrière parce que je voudrais bien avoir, connaître la compétition africaine ou beaucoup de choses qu'on connaît ici. que je vais connaître inchallah pas mal de bonnes choses que je vais connaître inchallah مع ليكيب تاع فاق سطيف وانشالله هما ثاني يربحوا عليا وانشالله هما ثاني يلقاو ان جوور كسا سوا سور اون دور دو تيران ليكون كي فا ريبوندر اوز اتون دو كلوب انشالله. من سطيف الى بجايه، اين تواجدت مجموعه من قدامى لاعبي شبيبه القبائل وشبيبه بجايه في ملعب سيدي عيش ببجايه والذي ينشط فيه نادي المدينه الذي يعتبر من اعرق الانديه الجزائريه من حيث تاريخ التاسيس وذلك سنه 1928 كما يعتبر عميد الانديه القبائليه. ويتواجد الملعب في حالة سيئة ورغم النداءات المتكررة من قدامى اللاعبين وسكان المنطقة إلا أن الملعب لا زال يعاني من نقص فادح في الهياكل والمرافق الخاصة بها، كما لا زالت أرضيته سيئة للغاية وتفتقر حتى للعشب الاصطناعي، ما حرك قدامى اللاعبين يتقدمهم اللاعبين السابقين لشبيبة بجاية على غرار جمال مناد عيبود واللاعب السابق للشبيبة أماوش. نتابع تصريحاتهم في ميكروفون قناة الهدف. يعني ذين يسوها من ذين ويقبل على العقل خطر تمدي تمسي داعش كيري ولا كانت تدار كانت تمديني لاني ذا تمشي تحماضي يعني ما تنتقارن يعني تمدي تمسي داعش يلا يعني تمدي تاكين سيدي عيش انك تخلى اكثر باش تاكي تخلى لي وكنا تسعى النار يعني الكازون سانتيتيك خاطر ذاك سنو قدام خضر حمل لك قدام خضر شاك دينيا سي كيك شوز كي مو توش يعني ماشي حاجه كي توشي لصدايي باسكو صافي ان بون مومون ديجا نهضر دينيغ شاك دينيغ كيك شوز كدينا سي كراف سي بير كو سا باسكو يغار ضرب الستاد دي سوفر د با مال دو جوار كرون جوار مازال الستاد لو تيف بوتيتر سي لو سول سي لا سول ايكيب باسكو سي اون ايكيب كو مام 1928 سي الدويان دو لا سومام اه سي الدويان دو لا سومام 28 سي كراف نكشم ثوره تكشم ذك الستاد مازال في التيف جو لونس ان ابل بور لا دوزيام لا تروازيام سكيل فون توجور لي جون سيدي عيش pour les responsables oui داك الستاد ديال سينير ريغاردي طالف الغاشي ديوسان سي مالورو تنخدمش تاكي كواكال داخل دلتي سي او كامبيون موند مي لازم مازال داف الستاد ديال ميه سيدي عيش سي ان غران كلوب سي لان دي برومي كلوب كي اي تي ا وي parmi les doyens donc vu l'état du terrain la première des choses la première remarque que je peux faire c'est demander aux autorités locales et demander aux autorités algériennes et notamment au ministre des Sports de mettre le paquet, voilà, de mettre le paquet pour ce stade pour qu'il soit en tartan, inchallah. ختام النشرة مشاهدينا، فضلنا أن يكون من عالم البراءة إذ صنعت طفلة وفية ومناصرة صغيرة لمولودية الجزائر الحدث في تنقل الفريق إلى تونس لمواجهة سباقسي ولم تتوانى في إظهار حسرتها الشديدة على خسارة فريقها المفضل. إيادة مساعد وإيدينا شاكة تشتاكيم هم تاليهم اليدو بياليهم والأضانين آميش الدارة آمين جيكم جنة آمين زعتوكي خسرت مولوديا حشر مولوديا
مورينا واش من واش مجموعه اللي تحبي؟ حشود. واش من كلوب اللي تحبي؟ مولوديا. من راه مورينا ومن راه ربي؟ اسمع. مورينا واش تحبي بنتي؟ وانا بلوجيا. ما واش حنا نقول لك حاجه الاولى نحمد ربي ربي وفقنا سينيو في فريق مولدية المجايا سمو شعور تاعي واش حنا نقول لك شعور كاي لاعب لي سيني كونطرا جديده مع فريق جديد الحمد لله انا فرحان كو سينيت هنا في فريق مولدية المجايا فريق مولدية المجايا فريق محترم فريق كبير اللي عنده سمعه كما يقولوا سمعه لاباس بها فريق اللي كما يقولوا عنده اسم سواء من ناحيه تاع تسمى التركيبه اللي عندها تاع اللاعبين ولا سواء كشعبيه وهذه هي احنا فرحانين كي جينا مضينا هنا في المدينه نور الجلسه ما فاتتش 10 دقائق الحمد لله على كل حال الناس نشكرهم كي داروا فينا ثقه وكما يقولوا عيطوا لنا وحنا كما يقول لك لبينا النداء وما صعبناش كما نقولوا الامور والحمد لله انا تانت كانت عندي رغبه نلعب هنا في مولدية بجايه بحكم فريق تاع مولدية بجايه نعرفه كان عندي الحظ اللي لعبت كونترو في عده مناسبات فريق اللي عنده كما يقول لك سمعه كبيره وعنده كما قاعده جماهيريه كبيره وهذه هي كما قلت جميع اللاعب يحب يتمنى كي يلعب في مولدية بجايه حكم السمعه اللي عندها حكم الجماهير اللي عندهم بيان سور تحصل الواحد يكون دائما يكون طموح مولدية بجايه كما قلت بلاصتها في القسم الاول احنا ان شاء الله ماذا بينا ان شاء الله نلعبوا ورقه الصعود ماذا بينا نصعدوا كما قلت الفوتبال هذا يتلعب في الميدان ما يتلعبش بالهضره كما يقولوا ان شاء الله نصعدوا ان شاء الله باش نقول لك صح مولدية بجايه ضغط كبير وحنا دوك اون طونك انسان اللاعب لازم عليه يحمل ضغوطات صح كاين ضغط ايجابي كاين ضغط سلبي حنا واش تحبني نقول لك حنا ان شاء الله الجماهير تاع مولدية بجايه ان شاء الله نشوفوا منا غير الخير وان شاء الله نمدوا لهم كلش في الملعب حنا باش نوعدوهم دوكا تيكون نقول لهم نلعبوا صعود بالهضره ماهوش امر كيما يقول لك لايق حنا ان شاء الله كي نبداو نخدموا ونبينوا لهم في الملعب ان شاء الله نمدوا كلش وان شاء الله نفرحوهم وهذه هي دابور مبروك عليا في لا سيناتير تاع الفريق لونطون دو سيتيف ابري جو بونس كو لي نيغوسياسيون ايزون ايتي تري تري فاسيل باسكو جو بونس كو تو جوور
il est déjà حنا c'est un grand club Steve c'est un grand club واحد مش ما تخفناش c'est un grand club c'est un honneur pour tout joueur de jouer dans un club comme l'entente de Setif قلت لك les négociations elles ont été très bien elles ont été dans une dans une vitesse sur on a trouvé un terrain d'entente très facilement il y a pas eu de problème sur ce côté-là avec le président avec les dirigeants j'ai été contacté par le staff que ça soit administratif ou les dirigeants ou le staff technique تاع فريق تاع UEFA Steff moi je suis honoré j'ai été dès le départ j'ai été emballé par l'idée de rejoindre les rangs de l'entente alhamdoulillah ça s'est fait قلت لك ça s'est fait tout naturellement parce que il y avait l'envie de ma part il y avait aussi l'envie de leur part pour me faire venir هنايا ça s'est fait tout naturellement inchallah هذه هي بدايه تاع سلسله تاع تسمى الواحد جاي لهنايا pour finir pour donner notre élan à sa carrière parce que je voudrais bien avoir تسمى connaître la compétition africaine ou beaucoup de choses qu'on connaît ici que je vais connaître inchallah pas mal de bonnes choses que je vais connaître inchallah مع l'équipe تاع UEFA Steff inchallah هما ثاني يربحوا عليا inchallah هما ثاني يلقاو un joueur que ça soit sur et en dehors du terrain qui va répondre aux attentes du club inchallah j'ai signé un contrat de 2 ans في الفريق تاع UEFA Steff الحمد لله j'espère que je vais les honorer comme il se doit inchallah bon le football est fait ainsi على بالك Le football est fait ainsi. Le football est fait de pression. La pression me dure à la caméra. Les joueurs, que tu es jeune ou que tu es bien, tant que tu es sur le terrain, ma cache la pression d'Akhla. En plus, ça reste ça stimule, ça booste le joueur beaucoup plus. Il faut prendre ça du côté positif. Je vais tout faire pour honorer mon contrat. Je vais travailler d'arrache-pied pour honorer mon contrat, Inch'Allah. Pour déjà, dès le départ, essayer de gagner ma place au sein de l'effectif. Parce que c'est une équipe. Il y a pas mal de très bons joueurs, pour pas dire bons joueurs, pas mal de très bons joueurs, que ce soit dans le poste d'elle ou dans d'autres postes. Je vais tout faire pour gagner déjà la confiance et la place au sein de l'effectif. Après, tout le monde va le faire, Inch'Allah. Bon, d'autres contacts, c'est sûr que tout joueur est confronté à ça et qu'on a les contacts. Après, les équipes qui ont demandé mes services. لا غالب المكتوب قادني الوفاق سطيف تما بور با كي دو بروبليم افيك ولا مي قلت لك وفاق سطيف صار ستين ايكيب لي الجو شاك فوا سير تو لي فرون اللي تلعب فيها تلعب لا كوب دافريك شامبيونا كوب دالجيري اون بليس دو سا سي ليكيب كي تيرميني شامبيونا اللي تاع دو دوا دو رومبورتي الدوبلي قلت لك صار ست ان اونور بور لو جوار ان اونور بور لو جوار بور دو جوي دون ان كلوب اوسي غران كيما وفاق سطيف و Si ce n'est l'un des plus grands en Algérie. Pour on va commencer par les supporters de Tajnant parce que Tajnant j'ai passé 2-3 belles saisons tu m'as fait Tajnant win que ça soit jamais je من عندهم لعيب والحمد لله ما منجاف jamais شافوا من عندي حاجه ماشي مليحه donc il y avait un respect mutuel entre moi واللعيبه تاع Tajnant كامل لعيبه ما شاء الله ولاد فاميليا وين قلت لك j'ai trouvé un cadre idéal Où j'ai voulu beaucoup plus continuer sur cette lancée parce que, on va dire, Tajnant, c'était il y a 40-50 km, donc c'est à peu près les mêmes mentalités, le même état d'esprit, le même mode de vie à peu près parce que je cherche donc un arfo. Donc j'ai voulu continuer sur cette lancée-là. On va dire, on va dire, on va dire, parce que le football a des classes, il va avoir le gel, il va avoir le faïl, il va avoir le chambre d'ailleurs. On va dire, on va faire, Inch'Allah, on va dire, Inch'Allah, je vais répondre aux attentes. وان شاء الله ندير اكثر من واش درت في تاجنات ان شاء الله هنا